ما اختم ترند الاهلي في فيديو معانا لحسين الشحات، وهو احد العناصر المهمه جدا اللي بننتظر عودته للملاعب. خلينا نشوف الفيديو ده وهو بيأدي بعض التدريبات في الجيم، وبيأكد لجمهور النادي الاهلي، بيأكد لهم ان هو يعني في طريقه للعوده ان شاء الله. اعتقد اسبوعين او اقل ممكن ينضم حسين الشحات للتدريبات الجماعيه مع الفريق عشان يكون متاح بعد كده لمستر رينيه فايلر في حاله الاحتياج ليه في الجانب الفني في بعض المباريات سواء محليا او افريقيا. هو اكيد لاعب مهم جدا، ننتظر عودته. يرجع حسين، يرجع كهربا مع موجود صالح، مع العناصر الموجوده في الفرقه اصلا نقدر باذن الله نحقق المراد بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي.